السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم أنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين غوارديولا ينهي الجدال حول إمكانية مشاركة رياض محرز اليوم في يعني القرار النهائي، يعني وين نقولوا في الكلاسيكو البرومي ليج، وسيكون عشاق الدور الإنجليزي اليوم على موعد مع قمة الجولة والتي ستجمع مانشستر سيتي بنادي ليفربول، وهي المباراة التي لن يشارك فيها الدولي الجزائري رياض محرز كأساسي بصفة شبه مؤكدة حسب وسائل الإعلام البريطانية، بالنظر للعديد من المعطيات أبرزها تراجع مستواه بشكل كبير والأداء السيء الذي قدمه في مباراة الدور أبطال الأخيرة أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي. وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد كشفت في تسريبات تشير إلى أن التقني الإسباني بيب غوارديولا حسم الجدال حول التشكيلة الأساسية والتي ستواجه ليفربول، حيث فضل إشراك فوندان على حساب رياض محرز. أو رام ليه فوندان ليه؟ لكن كما هكا نتمنى إن شاء الله محرز يعود بقوة، خاطر على كاع الناس هذيك اللي تهضر هذوك، ها غوارديولا بيحطم محرز، ها محرز حطم غوارديولا، ها غوارديولا يا ولي محرز ما قلعش مليح وصعيق هذا مكان، والنتائج راهي في صالح غوارديولا وصعيق. نتائج راهي في سوا سوا مكاش لي ينجم دروك ينتقد غوارديولا، تنجم تنتقد غوارديولا بلع فمك ما تنتقدش غوارديولا، على ما تنتقدش غوارديولا، غوارديولا راهي ماشية معاه سي بون صعيق، هذه هي غوارديولا راهي ماشية معاه النتائج، واللعابة اليوم يلعبوا راهي ماشية معاهم النتائج، شنو غادي تهضروا؟ نتيجة والأداء، والأداء فانيك ماشي ماشي بريكول. خاطش واحد قال لي كوبنهاغن غبناتها، راه نقول لك رواه يا راهي مدربين سي محمد، هذاك المدرب هذاك اللي غاضب كوبنهاغن بالك راك حاقرو، جا في الدنمارك الله غالب بالك راك حاقرو، هذاك قلبك يقليك خوطط هذاك يقليك هذاك لونترينر هذاك، والله لا قليك، ما حاسبينها سهله ولا كان لي حاسب باغي هاكا هاكا تمشي، والله خدمه دروكا فوت عليه الطبيب يشوفوا لا راه ملي يمشي ملي الاداء تاعو، ولا يقول لك الامكانيات الحاله البدنيه تاعو يا مشي زعقه با الطبيب وكل جا امالك الناجه راك تبعها، الناجه تبعها ميت ولد ميت ميترقد ميت ولي مرقده، الناجه ميت ولي مرقده، البقره ميت ولي مرقده، وانت تبع بها وانت تبع بها تتولد لونطونسيون صوالح منا تحس انت لعاب ولا لعاب، هذا كي يجي داخل لونز لي زونترينمون يقيسو لونطونسيون، يا يدخل ديريكت يجري يا يروح للصالة تاع تقوية العضلات يزيدولو دي لونطونسيون طايحة ولا طالعة ولا منا السكر، اي نتوما يقولك احتراف بمعنى الكلمة، بالك عز كيما بك يعني كنا نلعبو دير دالا والحشية تكمل تدوش وتعاود تروح تلعب تجري دير 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 5 كيلومتر ومن بعد تدخل تعاود تولي للسطاد، يعني تلعب تلعب خطة بيناتكم يتيروا عليك تبلونجي منا غوش دروات ومن بعد تروح تروح لداركم تضرب قدرة تاع عيش وترقد، ماشي كيما هاكا راه احتراف باش يلعب لك لعاب ليق لك، كي يلعب لك لعاب ليق لك ماشي غير هدرة، انتوما ولات بالكم هدرة ماشي جاية هدرة، جاية الناس جاية تخدم، أنا كي نقول لك بلي كان اللي قال لك أنت راك تبغي غوارديولا مشى يلعب محرز، يا ديرو تلعب غادي كي، راك تبغي غوارديولا مشى يلعب محرز، غوارديولا قلت لكم النتيجة راهي ماشية مع غوارديولا، هذا مكان ما تنجمش تنتقد غوارديولا، ما تنجمش تنتقد غوارديولا. ما تنجمش شي ها انت كي راك حاسبها انت انت كي تنتقد غوارديولا فاش اعطيني فاش تنتقده، انا شفت تاع ويست هام مي كملت البارتيه خلع، تاع بول هامبتون مي كملت البارتيه خلعه قال لهم والله ليلى، تاع بوروسيا دورتموند خلعه
قال لهم لا اله الا الله ما كنتش نقارع لهم، ما كنتش نقارع. قال لهم هذه الخطه دوزيام ميطون هي ينجم يلعب اليوم يلعب محرز، حنا غير انا نهضروا بصح ينجم يلعب محرز ينجم ما يلعبش محرز، يعني حسب الامكانيات. انا ماذا بيا محرز كو يدخل دوزيام ميطون ويقلب البارتيه ويماركي ويعطي اسيس ويدير تكون، انا نفرح. انا ماذا بيا لو كان ليفربول تكون خاسره 2-1 تكون رابحه 2-0 يدخل محرز منا داي هيا وحده داي وحده يمدها لهولند ها سجل هدف اسيست ويعاود ما عليش يمد غير اسيست ها 3 بيت يربحوا 3-2 لما تولي الهضره تولي الهضره واش شنا المحرز كو يديرها بصح ما يديرهاش راه كي والو محرز راه يسهر محرز راه يضيع في روحو محرز بغا يعتزل بعد كرة القدم مع المنتخب احنا رانا نتبعو فيه اراد الاعتزال محرز بغا يلها مع السيتي وليكيب ناسيونال بغا يقولكم تبقاو على خير اراد الاعتزال قالهم انا لا العب مع مدرب فاشل مدرب لا يعرف تاكتيك دو جو جا لهنا وما بغاش يهدر معاه ما هدرش معاه هنايا في الجزائر ما هدرش معاه في الطرابلس شحال قعدو 11 يوم ما قالوش اه ما كاش الهضره هذه باش تكون باش تردوها بلي بلي ساكم واللي عنده تصويره ولا عنده فيديو لون ترينر يهدر مع المدرب راني هنايا اخرج اهدر اخرج اهدر وريلي رانا عارفين وعلاش راه نهضرو صوالح هادو نجيبهم من الداخل حنا المهم نعاودو نولو نتكلمو وين اسف وين نقولو بلي وين حسب يعني وين سيواجه ليفربول حيث فضل اشراك فوندان على حساب رياض محرز واسهم المتراجع وين اسهمت يعني وين اسمه متراجع بشكل رهيب مقارنه بباقي زملائه. هذا ويتواجد محرز حاليا في وضع لا يحسد عليه وهذا بعد فشله في اغتنام فرصة التي منح له المدرب غوارديولا في الدور أبطال أوروبا لما أشركه أساسي ومنح يعني له مهمة التنفيذ خاطش محرز كان محرز كي يكون هو يلعب ضربة جزاء هو اللي يديرها الله غالب ما دخلش ولد عمي هاشا بدي لا فوتوها له هذو اليامات وصحيح على راه كي والو بالك راه كي والو بالك 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 الاخرى مشي بالك ما تنجمش تعرف ما وين ضربه جزاء التي ضيعها وبالتالي يعني فان اسم وين اسهمه وين اسمه تراجع وين اسهم الاسهم تاعو تراجعت بشكل كبير مقارنه ببقيه اللاعبين الذين يتنافس معهم على المنتخ على المنصب في الهجوم السيتي في صورة فوندان برناردو سيلفا وجاك. وقد يظهر كبديل في الشوط الثاني حسب مجريات المباراة وإذ كان الأمر مشاركته أساسي في لقاء اليوم محسوم بالنسبة كبيرة فإنه قد نشاهد دخول محرز كبديل في الشوط الثاني إذ ما كانت النتيجة مباراة تسمح للمدرب غوارديولا بإراحة بعض اللاعبين الأساسيين حيث قد يدخل محرز في آخر فترات اللقاء وهذا ما سنكتشفه في اللقاء اليوم. على بالك راه غوارديولا يحطم في محرز عطاه غير 10 دقائق التالية ولا عطاه يأدبه يأدبه هذاك آداب بيديلو آداب نتا راكي والو روح راكي والو ديلك آداب خويا يأدبه تسمع بيها تا يأدبه يأدبه لعبو دقيقة لو كان ما يلعبوش كاع إلا راكي والو لازم يخدم إي من نتوما بحاسبين سهلة ولا عندك باغي يرقد نتا في طوعك نتا القناة تاعك منا يلعبوك مصا شاهد شادلو وزهرة السبع وزهرة كلب بني كلب وزهرة منا وزهرة منا دير باغا هادي خويا لا زيد عاوز غوارديولا يعاوز على روحو عاوز على الشخصية تاعو مش كيما الأنا تاعك يحكمو فيه شواكرة عليه هنايا ربا شواكرة راك غلط مش كيف كيف
علي باش تدخلها من يمين راسك صاحبي. وقعت بينا سهله ما هي سهله، لازم خدمه، لازم نخدمه باش نوصلو. باغي توصل خدم متالي كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا الفيديو، اللي مشي مابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ان شاء الله. سعيتكم.